بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتابع معكم الجزء الثاني من فيديو كليشيهات طبية في الأفلام العربية. تكلمنا قبل هيك في الجزء الأول من هذا الفيديو عن معنى كلمة كليشيه. قلنا إنه معنى كلمة كليشيه هي فكرة يتم تكرارها مراراً وتكراراً حتى يصبح المشاهد متعود عليها وحافظ على غيب إيش راح يصير كمان شوي. وقلنا إنه هذه الكليشيهات لما تكون تمس الطب أو التمريض أو علوم الرعاية الصحية بتضرنا إحنا في شغلنا، لأنها بتعلم الناس الطب غلط. اليوم راح نكمل معكم بعض الكليشيهات المنتشرة في الدراما والأفلام والمسلسلات العربية، وهذا الحلقة من اختياركم أنتم. بعد ما خلصت تصوير الحلقة الماضية اتذكرت شغلة مهمة جدا. ليش دائما التخدير يتم بلحظات فقط؟ لما يكون في واحد بده يخطف واحد أو واحدة، كل راس مالها بيجي بشوية مخدر بحطه على محرمة وبقربها من مناخيره، وعد للاثنين مش للثلاث بكون الإنسان اتخدر وغيب. يا أخي هذا النوع من التخدير لو إنه موجود والله بنستعمله في المستشفيات، ما في دواء بالدنيا بخدر الإنسان بهاي السرعة. صحيح إنه في أدوية تخدير في المستشفيات على شكل تبخيرة، لكن هاي بتأخذها من ناحية وبتأخذ المنوم من ناحية وبتأخذ المخدر بالوريد من ناحية، وبعد 10-15 ثانية بتنام وبتبلش العملية. لكن إنه من نفس واحد تنام، هاي ما صارت بالأحلام. من اللقطات اللي بترفع الضغط في الأفلام العربية لما يكون المريض عنده أعراض وعلامات معينة ويكتشفوا إنه معاه مرض ثاني في دنيا ثانية ملوش دخل أصلاً بهذه الأعراض والعلامات، زي مثلاً فيلم أبو علي للفنان كريم عبد العزيز. الولد وقع على الأرض، فبدل ما يقول أخي ظهري طلع عنده ثقب في القلب، وغيرها كثير من الأفلام. وزي قصة إنه أي واحد بزعل من ابنه أو من مرته بيجي جلطة على القلب، الجلطة ما بتيجي إلا من الزعل. في كثير من الأفلام العربية تم التركيز على مسألة إنه حاسب قبل ما ندخل المريض. لما يكون المريض رايح على مستشفى خاص ما برضو دخلوا المريض على المستشفى حتى لو كان في حالة خطيرة جدا، إلا بعد ما تدفع تأمين مبلغ كبير جدا. وهون يعني لازم نقف وقفة صغيرة. أنت كإنسان فقير بتروح مستشفى خاص ليش؟ راح تقول لي ما هي حالة طارئة وهو أقرب مستشفى. وقتها بتكون وزارة الصحة هي اللي متكفلة فيك. المفروض تكون وزارة الصحة متفقة مع كل المستشفيات الخاصة إنه لو صارت حالة طارئة بتعالجوه إلى أن يصبح مستقر، وبعدين بتحولوا لنا إياه وإحنا بندفع الفاتورة. فإذا كان المستشفى رافض لهذا المنطق أو لهذه الفكرة، فالغلط على وزارة الصحة مش عليه، وبالنهاية الجماعة فاتحين عشان يسترزقوا. وحتى لو هذا الكلام بصير بالواقع، فهذا الإنسان موظف ولازم يتبع التعليمات اللي بتجي. في كثير من الأفلام أنا بنقهر لما يكون المريض مصاب إصابة كبيرة وفي النهاية بيجي بقول الدكتور، ومع ذلك الدكتور بقول لهم راح نعالجه في البيت أو هو محتاج بس الراحة التامة. يعني لما يكون مريض عنده هيد تروما مثلا، مريض انضرب على راسه، لا يمكن بأي حال من الأحوال يضل بالبيت، حتى لو كانت ضربة خفيفة لازم يروح على الطوارئ ويتصور. فإذا أنت بتقول لهم بنعالجه بالبيت وبكفي الراحة التامة، فأنت مش دكتور. اللي بيقهرك كمان في بعض الأفلام العربية لما يكون المريض زعلان، يعني كل القصة بعضها انهيار عصبي، يعني حلها الوحيد إنك تراضيه وتداديه، بفهموك إنه البني آدم هذا قاعد بيموت. زي واحد من أفلام عادل إمام كانت بنته زعلانة لأنه ضربها كف، فإجت أستاذتها في الجامعة وقالت له بنتك بين إيدين ربنا، هتعمل إيه دلوقتي؟ إنه البنت أكلت كف ما جتهاش جلطة يعني. فصاروا الناس أي واحد يزعل من الثاني يفكروه قدامه 5 ثواني وبموت، ويجروه على الطوارئ ويضربوا كل الدكاترة، سيب كل الناس اللي عندك وتعال عالجه، هذا قدامه ثواني. بنات التوليد مشان الله فهموني شو قصة المي السخنة. ما فيش فيلم عربي وفي مشهد واحدة بتولد إلا بطلبوا مي سخنة. إيش بعملوا بهاي المي السخنة؟ نفسي أفهم. وقبل ما تقول لي إنه الداي ممكن تسخن إيديها أو ممكن تحمم المولود أو ممكن أي إشي بالدنيا، في المشهد بتكون المي بتغلي غليان، وين بحطوا هاي المي فهموني. وعلى سيرة الولادة، ليش دايما أخصائي التوليد حامل سماعة؟ الزميلة ندى عمر علقت على البوست لما قلت شو في كليشيهات أنتوا بتلاحظوها بالأفلام، فقالت إنه الحامل ما بتلاحظ إنه حامل إلا من النوزية بس. طبعا الحمل له أعراض وعلامات كثيرة جدا، ليش المرأة ما بتلاحظ إنها حامل إلا من شغلة واحدة؟ يا إما نفسك غمى عليك، يا إما الدوخة دي قتلك قبل كده، فيش غير هالعلامتين للحمل في كل الدنيا. بتلاحظوا في بعض المشاهد إنه بكون البطل عامل طوشة وقاتل 15 واحد وميكل 800 بوكس، والمشهد اللي بعديها اللي هي المفروض تاني يوم بكون الجرح اختفى تلت أرباعه، وتالت يوم بكون الجرح اختفى تماما، طبعا لأنه بطل المسلسل أو الفيلم وجرحه بلم بسرعة. من أكثر المشاهد اللي بتقهر مشاهد الهيد تروما في المشاجرات.
لما يكون البطل بيتشاجر مع الكل، ضرب الأول والثاني والثالث والعاشر، في الأخير بيصل لأقوى واحد البيج بوس، هذا بضربه ضربة بيبطحه الأرض بيعمله ضوء. ولما يكون البطل خلص قاعد بموت والشرير خلص بده يخطف حبيبته ويهرب، بتلاقي البطل صحي فجأة وقتله وأخذ حبيبته وأنقذها وخلص الفيلم. مسألة الهيد تروما مش مسألة سهلة أبدا. بالحقيقة ما في إنسان بنضرب على راسه وبدخل في غيبوبة وبصحى بنفس اللحظة مهما كان وضعه. المفروض أنت دخلت بغيبوبة أقل شيء تقعد لك ساعتين ثلاث إذا مش يومين ثلاث. أما اللي بصير في المسلسلات أنه بغيب عن الوعي ثلاث ثواني وبرجع بصحى، هذا الحكي لا يمكن يصير بالواقع. من الأشياء اللي بتقهرني وهي أشياء unethical أصلا، لما يكون المريض قاعد بموت أو اكتشفوا أنه عنده مرض خطير جدا والدكتور يقول لأهله خبوا عليه لا تحكوا له خلوه يعيش أيامه الأخيرة بسلام، طب ما هو ميت ميت ليش ما أقول له؟ في الطب الحديث المفروض تخبر المريض عن كل إشي، تخبره عن تشخيصه، تخبره عن الأدوية اللي ممكن يأخذها، تخبره عن البدائل الموجودة، ممكن نعمل لك أشعة، ممكن نعطيك كيماوي، ممكن نعمل لك عملية، ممكن ممكن، وتسيبه لحاله هو يفكر وهو يقرر أني طريقة فيهم بده يتبع. أما إنه المريض قاعد بموت وأنت تخبي عليه هذا اسمه خيانة للأمانة. ممكن المريض لو عرف انه بده يموت يفرق فلوس على الفقرة، يطلع له رحلة عمره، يروح يصالح الناس اللي هو زعلان معهم من زمان، فانت منعته من ثواب كبير. هذا الحكي مش شغلك، انت عليك تبلغه وهو حر يستحمل الخبر او ما يستحمله. لكن اللي بصير في الافلام الواحد بموت وهو مش عارف ليش مات. وعلى سيرة الموت، ليش دائما البطل لما يكون قرب يموت بحس انه قاعد بموت؟ ولو كان عنده سر مخبيه من 1000 سنة بيحكي للناس اللي حواليه، ولا يمكن يموت قبل ما يخلص آخر كلمة في هذا السر. حتى لو كان جايته طلقة بمخه بضل يحكي، لما يجي عباله يوقف بيقول لهم أنا هسه بقدر أموت مرتاح، بروح بموت. مع إنه إحنا كلنا عارفين الموت بيجي فجأة. هذا اللي تذكرته من معظم اللقطات المتكررة بشكل يومي في كل الأفلام والمسلسلات. لو تذكرتوا أي إشي برضو اكتبوا لي تحت بالكومنتات، ما في مانع نعمل جزء ثالث برضو. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم.